ولمتابعة السجال ورفع منسوب الخطاب في نيويورك بين واشنطن وموسكو، نرحب بضيفينا من موسكو الأكاديمي والباحث السياسي دكتور محمود الأفندي. أهلا بك دكتور محمود. ومن كييف الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية بيتر زالمايف. دكتور أفندي، اللافت بأن الحرب الميدانية تحولت إلى حرب كلامية على طاولة مجلس الأمن. وزير الخارجية الروسي يتهم الغرب بأنه هو من تسبب بهذه الحرب، هو من جاء بقادة إلى كييف لتمزيق اليوم روسيا وجوارها. زيلينسكي يتحدث عن مزيد من العقوبات ضد روسيا وعن مزيد من الدعم العسكري والأسلحة، فيما كان هجوم غير مسبوق من وزير الخارجية الأمريكي ضد روسيا. كيف يمكن اختصار هذا اليوم الطويل وهذا الاشتباك الدبلوماسي؟ أول شيء سعد أوقاتك أستاذ روبير، الأخوة المشاهدين وضيفك الكريم طبعا من كييف. طبعا أنا برأيي هذه الجلسة كانت، أنا في رأيي هذه أكثر جلسة هستيرية أصبحت من طرف أوكرانيا، لأنه كان من المنتظر أن تكون هذه الجلسة فقط أوكرانيا في هذه الموعد، ولكن بنتائج جيدة، بنتائج جيدة على الأرض، بنتائج جيدة على الأرض وعلى الجبهة العسكرية. من المفروض أن في هذا الوقت أن العملية المعاكسة الأوكرانية تعطي أي نتائج، ولكن ليس هناك أي نتائج. فما يحصل الآن؟ يبدأ الحرب الكلامية. الآن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها الحرب الكلامية بسبب فرغ جيب أوكرانيا من كل شيء. ليس هناك أي تقدم عسكري. بالإضافة رأينا التململ، ورأينا كيف يحاول الرئيس زيلينسكي يمينا ويسارا في القمة باصطياد الرئيس البرازيلي. امبارح كان في حلقة فكاهية لم تظهر على التلفزيون، كيف الرئيس البرازيلي هرب من لقاء زيلينسكي وقال عندي ألم في وركي وذهب إلى البرازيل، كان يريد أن يلحقه في الفندق. رأينا كيف الرئيس الوزراء البولندي يسمي أوكرانيا أو الرئيس زيلينسكي بالدولة الغريقة. هذا كله هذا ضمن ما يسمى الآن الحالة الهستيرية الموجودة لدى الغرب في دعمها لأوكرانيا. يعني هذا الغرب الآن ليس هناك أي تقدم أوكراني، ليس هناك أي، يعلم جيدا أن من المستحيل الآن أن أوكرانيا تحصل على أي تقدم، لذلك يتوجهون بالتهم إلى روسيا. ولكن إذا نظرنا إلى مؤتمر الصحفي من يومين للأمين عام الحلف الأطلسي، قال أن الحرب الأوكرانية الروسية السبب كان فيها حلف الناتو، واعترف بذلك وقال لدينا روسيا خاطبتنا قبل الحرب وأعطتنا رسالة لم نرد عليها ولم نأخذها ولم نعطي روسيا ضمانات أمنية. كانت روسيا بحاجة ضمانات أمنية حتى لا تهجم على أوكرانيا، لكن لم يحصل ذلك. لذلك اللافروف قال اليوم كلمة قوية أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما تذهب إلى وضع رؤساء معادين. يعني أذكر دائما من 2004 الثورة البرتقالية أتت بالرئيس يوشينكا، فليعلم ضيفك من كييف من زوجة الرئيس يوشينكا، هي أمريكية وعضوة في المخابرات الأمريكية. ومن بعدها أتى يونوكوفيتش، حصلت هذا الاستقرار. تتوسع في الكثير من النقاط، كلها سأعود إلى كل هذه النقاط دكتور الأفندي. ولكن سيد زلمايف، أبدأ من النقطة الأولى التي أثارها ضيفنا من روسيا. هو قال إن الهجوم المضاد الأوكراني فشل، هنالك خسائر عسكرية جسيمة تكبدها الغرب، لتتحول هذه الحرب الكلامية غير المسبوقة على طاولة مجلس الأمن الدولي. في قراءة اليوم أولا للبروتوكولات ولكلمات الرؤساء، تمت إثارة أن يبدأ الرئيس زيلينسكي أن تعطى لها الكلمة بداية، وهذا غير مسبوق أيضا على جلسات مجلس الأمن، ليأتي هذا الاشتباك بين كل من وزير الخارجية الروسي والأمريكي. كيف ترد أولا على دكتور محمود، وكيف تقرأ هذا المشهد في نيويورك؟ حسن، أعتقد أن كان قرارا صائبا من رئيس مجلس الأمن، ردا على اتهامات وشكاوى روسيا أنه إن لم تعطوا هذه الجلسة حق الأولوية لزيلينسكي الحديث أولا، فهذا الأمر قد كان واضح عندما أن روسيا هي من بدأت هذه الحرب، وبالتالي لا حق لها في الاعتراض، ولنا الحق تماما في إعطاء الكلمة للرئيس زيلينسكي ليعبر عن وضع بلاده وليشرح وضع بلاده أمام المجتمع الدولي. وبالتالي أعتقد وأنا لا أتفق مع هذا التقييم أن الهجوم المضاد فشل، بالعكس كان هناك نجاحات واضحة في حتى الآن. انظروا إلى تدمير الغواصات الروسية وتدمير السفن الروسية
فهذه نجاحات غير مسبوقة قد حققها الهجوم المضاد الأوكراني. كل هذه الأمور تحدث على واقع في الواقع الأرض، ولكن لابد من مواصلة الدعم لأوكرانيا حتى تحقق الانتصارات المطلوبة، وهذا ما يحاول الرئيس زيلينسكي أن يقوله ويشرحه للمجتمع الدولي في هذه الجلسة. وعندما يأتي الأمر ونتحدث عن أن أوكرانيا وأنها في الجانب وأنها لم تحقق، فإن الأمم المتحدة لا تدعم حرب الكلمات التي شنتها روسيا. حتى الصين وهي أقوى حليف لروسيا فهي تصر على حق احترام الحرية السيادة للأراضي الروسية، وبالتالي فإن هذه الحرب والمشادات الكلمية هي مبادئها روسيا وهي من اصطناع الروس. والأمر نفسه لما قال عن زوجة زيلينسكي أو زوجة هذا الأمر ليس حقيقيا، أن هذه معلومات مغلوطة. إن يوشينكا نحن يوشينكا أمريكية الجنسية. سيد بيير من فضلك من فرجك أرجو منك المتابعة. سيد بيتر، هل زوجة الرئيس الأمريكي الرئيس الأوكراني مواطنة أمريكية؟ هل هذا ما تعني؟ يوشينكا رئيس يوشينكا الرئيس يوشينكا وليس الرئيس زيلينسكي. طيب لا أريد طيب سأعود إليك سيد زلمايف، ولكن دكتور الأفندي اليوم تآكل القدرات العسكرية الروسية، هل حصل ذلك وهذا ما قاله بلينكن؟ الرئيس يوشينكا كان رئيسا منذ 50 عاما، لماذا تتحدث الآن عن رئيس كان رئيسا منذ 50 عاما؟ 2004 أي 50 عام؟ لا تعلم تاريخ بلدك سيد الكريم. يوشينكا أي 50 عام؟ كان ليس هناك رئيس. سيد زلمياف، ما يقوله دكتور أفندي هو فقط اليوم لتأكيد النقطة التي أثارها وزير الخارجية الروسي على طاولة مجلس الأمن بشأن تعيين المسؤولين اليوم في أوكرانيا. سأعود إلى سؤال طرحته جزء عن منذ قليل دكتور محمود، ألا تتكأكل اليوم القدرات العسكرية الروسية عند البحر الأسود، الطائرات المسيرة، الصواريخ المصنعة محليا في كييف، والأسلحة التي ستصلها من الولايات المتحدة والغرب، وربما لم يرد بشكل مباشر على هذه النقطة وزير الخارجية الروسي بعد أن أصرها زيلينسكي؟ أبدا، مستحق على كلام الضيف الكريم. أنا تكلمت عن رئيس يوشينكا، وليس هو من 50 سنة، أنه من 50 سنة لم تكن هناك أوكرانيا. أوكرانيا ولدت عام 1990، يوشينكا كان رئيس بالثورة البرتقالية عام 2005 حتى 2009، يعني هذا معروف جدا، فهو لا يعلم تاريخ بلده بشكل جيد ضيفك الكريم، أول شيء. والشيء الآخر يصير أن ضرب غواصات روسية، لا أعلم ما هي الغواصات الروسية التي ضربت وما اسمها، ليس هناك أي غواصة روسية أصيبت. نعود إلى سؤالك بالنسبة للحرب على البحر الأسود. أوكرانيا تحاول دائما بصنع تقرير يومي، يعني هي الآن دولة ملتزمة بالتقارير اليومية، لأن مسلحة كل أسلحتها الآن 90% من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. لذلك أوكرانيا بحاجة إلى تقديم تقرير يومي، وهذا التقرير اليومي بحاجة إلى انتصارات. إذا لم يكن انتصارات على الجبهة، فلتستخدم ما يسمى الزعرنة السياسية أو السلسلة العسكرية بسموها، لما بتهدف على أهداف لا تتعلق بأي شيء، يعني لا تصبح لا تعطي أي مسيرات هنا وهناك، لا لا ليس لديها أهداف عسكرية، تصيب إما تصيب ما أهداف بدنية أو أهداف عسكرية، ولكن لا تؤدي إلى تغيير في الجبهة العسكرية. الإصابات والتقارير يجب أن تكون ضرب ما يسمى العمق الروسي أو عمق العملية التي له الذي هو بشكل مباشر يؤثر على الجبهة العسكرية. بينما أن أصاب باخرة عسكرية في البحر الأسود أصابها إصابة والآن عادت إلى الأسطول البحري الروسي، يعتبروه نصرا، يعتبروه نصرا أن ضربوا مثلا على سبيل المثال جسر القرم وهو جسر مدني، هذا لا يعطي أي شيء. لاحظ روسيا حتى الآن، خلال الآن نحن أمام سنة ونص، روسيا حتى الآن لم تهاجم أي جسر في أوكرانيا، وباستطاعات تدمير كل جسور أوكرانيا. حتى الآن روسيا لم تهدف المنشآت المدنية التي يستخدمها المدنيين في أوكرانيا.
بينما أوكرانيا بحاجة إلى صنع انتصارات لكتابة تقارير يومية، وهذه التقارير اليومية يجب أن تظهر على الإعلام الغربي لتبرير ما يسمى المساعدات إلى أوكرانيا أمام الشعب الأوروبي، لأن ليس هناك انتصارات، يجب أن يكون هناك استهداف ما يسمى العمق الروسي، الأسطول البحر الأسود. ولكن يعني نرى أن أصيب البارح على سبيل المثال أصابوا مستودع وقود في مدينة سوتشي جنب المطار، الإعلام الغربي كله انتفض حول هذه الحادثة، يعني مستودع وقود وروسيا دولة منتجة للوقود، يعني إذا ضرب مستودع وقود كيف سيؤثر على العملية العسكرية أو على الجبهة العسكرية؟ صنعوا له مصر لا أول ولا آخر، أصيب باخرة روسية ببعض المسيرات، هون أقول لا أوكرانية بريطانية، وبدأت القنابل الإعلامية تتفجر وتقول هذا انتصار هائل. أين هذا الانتصار؟ هذا انتصار فقط ضمن لتخدير الشعب الأوروبي أن هناك انتصارات لأوكرانيا. الانتصارات يجب أن تكون على الجبهة العسكرية. مدام أوكرانيا أعلنت منذ بداية عملية معاكسة أنها ستصل إلى بحر آزوف وتصبح جزيرة القرم تحت المرمى المدفعية الأوكرانية، لم يتقدموا الآن حتى على خط الدفاع الأول، حتى الآن لم يتقدموا على خط الدفاع الأول. كم مرة أعلن الرئيس زيلينسكي عن سقوط بلدة رابوتينا وبلدة كليشيفكا وبلدة مارينكا؟ 7 مرات أعلن عنه، ورئيس الأركان الأوكراني كان ينفي هذا الإعلان. يعني حتى الآن 3 بلدات صغيرات حتى الآن هو خط الدفاع الأول أو قبل الدفاع الأول لم تصل إليها القوات الأوكرانية. هناك طيب. أصبحت منطقة ما يسمى رمادية وهناك حروب، لذلك طيب. التقدم فقط في الأوراق فقط وعن طريق ما يسمى. شرحت بشكل مفصل المشهد الميداني، لا أريد الخروج عن تحديدا عن جلسة مجلس الأمن. سيد زلمايف، الحديث اليوم على طاولة مجلس الأمن، على طاولة الجمعية العامة، مجلس الأمن الدولي المسؤول عن إحلال السلام في النزاعات، وهنالك دور محوري للأمم المتحدة، تتحدث الصحافة الغربية منذ قليل بأن هذا المشهد غير مسبوق، وهو تأكيد على فقدان هذا الدور، كان أشبه بمواجهات وتصفية حسابات بين المسؤولين الروس من جهة والأوكرانيين والأمريكيين بانتظار المواقف المتتالية. كيف يمكن اليوم الحديث عن نظام الأمم المتحدة ودور مجلس الأمن بعد هذه الجلسة؟ وهل سينجح زيلينسكي بانتزاع إجماع ما أو مزيد من المساعدات، وهو كرر عدة مرات في خطابه موضوع العقوبات على روسيا؟ حسنا، هذه نقطة مهمة جدا، وأنه لابد من إعادة هيكلة طريقة عمل مجلس الأمن، حيث أن هناك 5 دول فقط تتمتع بحق الفيتو، وهذا الهيكل وهذه الهيكلة لابد من إعادة هيكلتها وإصلاحها، لابد من وجود عدد أكبر من الدول تتمتع بحق الفيتو. وهذا الأمر عندما تتخذ قرار ما، أو أن مجلس الأمن يتخذ قرارا ما، فإن دولة واحدة يمكنها أن تعرقل هذا القرار بموجب حق الفيتو. وبالتالي البرازيل على سبيل المثال، إندونيسيا، لا توجد دولة عربية واحدة لها حق الفيتو في مجلس الأمن، وبالتالي هناك فرصة ضئيلة جدا لإصلاح الوضع طالما أن هناك بموجب حق الفيتو. وبالتالي عندما يتعلق الأمر بالمساعدات العسكرية التي قدمتها والتي تعهدت إدارة الرئيس بايدن بتقديمها إلى أوكرانيا، لأن وبالتالي نعم هناك تباطؤ نوعا ما في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وبالتالي هناك أمامنا 4 أسابيع لمواصلة القتال على الجبهات، حتى أن أوكرانيا يمكنها أن تواصل الحرب على حتى الشتاء. ولا ننسى أن روسيا هي ما الذي قال أن لا يمكن لأوكرانيا أن تواصل هجومها المداد في الربيع، هذا ادعاء باطل. وهناك أيضا سؤال حول عن ما يمكن لزيلينسكي أن يحققه من الولايات المتحدة، هذا سؤال مهم جدا، وأن القرار
هو قد وعدت الإدارة الأمريكية بتقديم حوالي 23 مليار دولار إلى أوكرانيا، وبالتالي هو الإفراج عن هذا المبلغ بقدر الإمكان. وكما قال السيد ماكارثي، ونأمل الإفراج عن هذه الأموال لصالح أوكرانيا، وستكون لحظة فارقة. دكتور أفندي، هل تلاقي السيد بيتر في هذه النقاط اليوم وكل هذا السجال وهذه المواجهة وهذا الانقسام حصلت في نيويورك على طاولة مجلس الأمن الدولي؟ تحدث في كل هذه النقاط أيضا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عندما قال هنالك تعطيل غير مسبوق، هنالك أحادية، هنالك دور لأجهزة اليوم تدفع لتقسيم أوروبا وهي مسؤولة عن المأساة الأوكرانية. طبعا يعني الوزير لافروف كان واضح بخطاب اليوم، يعني الولايات المتحده الامريكيه سيست كل منظمات الامم المتحده وسيست ايضا مجلس الامن، وهي من علمت كيف تتجاوز قرارات مجلس الامن. يعني اصبح واضحا، يعني قرار الحرب على العراق كان هناك 3 فيتو على سبيل المثال. أصبحت المنظمات الدولية عاجزة عن أداء مهمتها ووظيفتها، كل منظمات الأمم المتحدة، حتى المنظمات الإنسانية، حتى المنظمات الحقوقية، حتى المنظمات الصحية أصبحت مسيسة، حتى منظومات حظر الأسلحة البيولوجية والكيماوية مسيسة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أصبحت كل هذه المنظمات مشلولة فعليا، ومجلس الأمن أصبح شبه مشلول. لذلك كل اجتماعات أصبحت خطية وكلامية فقط. يعني نعلم جيدا عندما لا يؤدي المنظومة، من السبب في تأدير هذه المنظومة؟ ازدواجية المعايير. يعني على سبيل المثال عندما يخطب الرئيس بايدن البارحة ويحترم سياسة كل الدول ويصر أن الأمم المتحدة المسؤولة والمجلس الأمن على سياسة على سيادة الدول، طيب السؤال يكمن، ماذا تفعل الولايات المتحدة الأمريكية في الجمهورية العربية السورية؟ هي الازدواجية. إذا تريد أن تطبق القانون فطبقه أول شيء على نفسك، هذا هو العدل الدولي، أن تكون في الجمهورية العربية السورية بأي نوع من خارج الشرعية، وأن تكون القوات الروسية هي يعني هي ضد الشرعية. لذلك أصبحت المنظومات الأممية عاجزة عن أداء مهماتها بسبب سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية وهيمنتها أيضا حتى على القرارات الأوروبية وعلى الدول الأوروبية الموجودة داخل عن طريق تغيير ما يسمى الإليتا السياسية أو النخبة السياسية في هذه البلدان. لأنه نرى جيدا هناك فرق كبير بين النخبة السياسية من 20 سنة أو 10 سنين والنخب السياسية الآن. النخب السياسية الآن ليس هناك صقور في أوروبا. يعني حتى أنا أذكر الرئيس وزراء إيطاليا السابق برلسكوني قال الرئيس بوتين في آخر مكالمة هاتفية: أنت آخر صقر في أوروبا، كل الصقور سيطرت عليه الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك فرنسا، كان في نزعماء مثل فرانسوا ميتران وجاك شيراك. أين ماكرون الآن؟ ليس لديه أي قرار سياسي، هو تابع للولايات المتحدة الأمريكية. نفس الشيء ألمانيا، شولتز وزيرة خارجيته التي هي يعني تقريبا من المنظمة الخضراء وتتدخل في أمور السياسة ولا تعلم حتى الدائرة كم درجة، هل 360 ولا 180 درجة. لذلك نرى هذه ما يسمى السيطرة الأمريكية أو الهيمنة الأمريكية على رؤساء أوروبا وعلى حكومات أوروبا بالإضافة على المنظمات. لم تجبني دكتور الأفندي في دقيقة واحدة عن اتهام بلينكين للافروف ولروسيا بأنها مزقت ميثاق الأمم المتحدة حربها على أوكرانيا باختصار شديد. من مزق ميثاق مزقته الولايات المتحدة الأمريكية 50 مرة و60 مرة و70 مرة، وتدخلها في شؤون البلدان الداخلية هو أدى إلى هذه الحرب. لو لم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية ودعمت انقلابا غير مشروع وخارج الشرعية في أوكرانيا لم تحصل هذه الحرب ولم تضم روسيا جزيرة القرم. لذلك كل الحروب تأتي من تدخل وتخريب المتدخل في شؤون البلد أخرى وتخريب الميثاق الدولي. فالقانون في أول شيء ضرب، وبعده نحن أمام لعبة دومينو، القانون يسقط، لأنه عندما الأمور لا تحل في السياسة ولا في الحوار وتدخل دول أخرى في شؤون دول أخرى تسقط كل القوانين الدولية أمام هذا الشيء، ويصبح الحل العسكري هو الحل الأمثل. لذلك القانون الدولي يجب أن يطبق تفضل دكتور محمود، لا أريد المقاطعة ولكن سينتهي وقتنا بعد قليل. تفضل خلاص أنا أجابتك. يعني أجل القانون هو أن يطبق بشكل كامل وليس جزئيا. سيد بيتر، معادلة السلام التي ذكرها زيلينسكي بعد هذا الخطاب وتحدث عن حماية ميثاق الأمم المتحدة، فرض مزيد من العقوبات ودعم كييف بالسلاح، سقطت كل احتمالات الذهاب إلى سلام
وتحدث زيلينسكي عن شروط كييف القاسية. هل وصلتك الترجمة سيد بيتر؟ ربما السيد بيتر لا يسمعنا. أخت معك دكتور محمود، بإيجاز شديد، هنالك شبه استحالة بعد هذه الجلسة. كانت كل الأمال معقودة على جلسة مجلس أمن لتأتي هذه المواجهة مخيبة للأمال وتسقط احتمالات الذهاب إلى سلام. طبعا يعني هو الجلسه ده ما حد يعقد عليها الامل صراحه، يعني الامور متباعده بشكل كبير، لذلك نرى الان روسيا نرى التغيير يكون ضمن تغيير السياسات الامريكيه حول دعم اوكرانيا، لذلك يعني روسيا تتامل ان تغير الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها نوعا ما من سياستها لتجبر اوكرانيا على التفاوض، لان اوكرانيا قرار التفاوض هو بيد الولايات المتحده الامريكيه، عندما قال كما قال الرئيس ترامب، يعني الرئيس السابق ترامب عندما قال ان أوقف الحرب بيوم واحد، أوقف المساعدات عن أوكرانيا ستذهب أوكرانيا للتفاوض، استمر في المساعدات ستبتعد أوكرانيا عن التفاوض وستنتهي أوكرانيا على الخريطة السياسية. هذه هي المعادلة، فأن نقول أن هناك مدام الدعم مستمر إلى أوكرانيا من المستحيل أن يكون تفاوض، لأن الدعم بحاجة دائما الدعم بحاجة أن تعطي الأموال تمول بحاجة إلى نتائج، لذلك مدام الدعم موجود أوكرانيا ستحارب حتى آخر جندي أوكراني. عندما يقف الدعم يمكن أن يكون قبل التفاوض، ولكن استمرارية اللهجة السياسية التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا من المستحيل أن نقول هناك تفاوض الأمل القريب، فلذلك لم تكن هناك أي آمال معقودة على جلسة الأمن اليوم، كان فقط هي حرب كلامية، وكان الأساسية وجود الرئيس زيلينسكي أن يخطب أمام روسيا ويعطي وجهة نظره لتغيير الإعلام، وجهة نظر الإعلام عن ما يحصل فعليا على الأرض كما قال الرئيس ترامب. الإعلام الأمريكي يريد أي شيء، أي نوع من أنواع الحروب الموجودة حتى على شاشات التلفزيون حتى يعطي أخبار عن أوكرانيا، لأنه ليس هناك أخبار مسرة للحكومة الأمريكية أو للشعب الأمريكي، لذلك يختارون هذا النوع من الحروب الكلامية، ليس هناك نتائج على الأرض. لذلك لا أحد كان يتوقع من هذه الجلسة اليوم أن تحصل فيها نتائج إيجابية. النتائج الإيجابية تكون فقط عندما توقف المساعدات او توقف يوقف دعم اوكرانيا عن الاسلحه، لان اوكرانيا البنيه العسكريه التحتيه البنيه التحتيه العسكريه الاوكرانيه. طيب ما شاء الله عليك دكتور محمود، ساذهب بالسؤال الى السيد بيتر زلمايف ضيفنا في كييف، اتمنى ان يصلك السؤال والترجمه باختصار شديد. ضاعت كل فرص السلام، و يعني بين معادله السلام التي ذكرها زيلينسكي والشروط التي فرضها في المقابل وهي العقوبات والسلاح، لن تنتهي الحرب قريبا؟ دعني أبدأ. أيا كانت الفرص التي أعلنها والتي قالها الرئيس ترامب، السيد ترامب قال أنه لماذا لا تعلن في المرأة خطتك أن ستوقف الحرب في خلال 24 ساعة؟ ما هي خطة الرئيس ترامب لإيقاف هذا الحرب؟ إن توقفت الدعم، إن توقف الدعم عن أوكرانيا فستوقف الحرب، وإن بل بالعكس إنه في حالة توقف الدعم العسكري فإن الدولة الأوكرانية ستختفي من الوجود. إنها علي فقط الهدف من الحرب هو أن روسيا تهدف إلى تدمير أوكرانيا وتحويلها، وإنها حرب وجودية بالنسبة لأوكرانيا. إن روسيا لديها فكرة الإمبراطورية الروسية القديمة وأن تقضي على الدولة الأوكرانية، وبالتالي إنها حرب حتى النهاية وحتى الموت، وحرب وجودية بالنسبة لنا في أوكرانيا، وهذا الأمر لن يحقق شروط الرئيس ترامب. أشكر ضيفينا جزيل الشكر، من كييف الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية بيتر زلمايف، ومن موسكو الأكاديمي والباحث السياسي دكتور محمود الأفندي، شكرا جزيلا لكما.